بيوتنا مليانة مشاكل ليه؟ لأن الرجل لم يستطع أن يسوس المرأة. وأنا بقول للرجل يسوس المرأة ليه؟ لأن الله عز وجل جعل له عليها درجة وجعل له القوامة عليها. يبقى إذن الله عز وجل خلقك وفيك من الصفات ما تستطيع أن تسوس امرأة. كونك مش عارف تسوس المرأة ده عيب عندك، لأن الله عز وجل لا يعطيك صلاحيات إلا وخلق فيك صفة تناسب هذه الصلاحية، وإلا يبقى كلفك ما لا تطيق، أن يأمرك بشيء وليس لك صلاحية فيه. وده كلام غير صحيح، ما فسد بيت أو ما يفسد الجسد إلا من الرأس. يبقى الرجل لم يستطع أن يسوس المرأة. أي امرأة في الدنيا يمكن أن تساس، أي امرأة في الدنيا يمكن أن تساس، إن شاء الله تكون فتكات. أرجو بس، أنا مقصود يعني فتكات، مقصودش يعني واحدة معينة، عشان مش حد في الصور نعم ألمز الاسم ولا حاجة، لا يعني إحنا فتكات عرف عندنا كده، اللي هي إيه؟ اللي هي البلدوزر يعني، يعني يدخل على طول كده يزحفك يعني. لا، حتى لو هي كده يستطيع الرجل أن يسوسها. يسوسها بإيه؟ يسوسها بالأخلاق، بالحلم، يتجاوز عن جهالتها. ما تاخدوش بقى العزة ويبرم شنباته ويقول له الشنب ده أنا مربي ليه؟ ها؟ عشان امرأتك؟ لا، كلما كنت حليما، كلما كنت يسيرا معها ماشي. ممكن المرأة تقول ساعات كلام من انفعالها لا تضبطه، ويكون يكون كلاما مهينا في ظاهره وهي لا تقصد الإهانة، عدها لها. يعني مثلا لما الرجل الفلاح اللي دخل على مراته زعلان، مالك يا ابو فلان؟ قال لها الحمار مال. قالت له مال يا اخويا، دخلتك علينا بمئة حمار. ها؟ طب ده يعني ايه؟ يعني هو مئة حمار في بعض؟ ما هو الحق قد يعتريه سوء تعبير. يعني تريد أن تقول شيئا لكن غير مدربة على الكلام، فممكن تقلب يقلب معاها الكلام. يعني احنا عندنا مثلا العسل اسمه ايه؟ شهد، خلاص. واسمه ايضا قيء الزنابير، لان النحله بتطلع العسل من بقها، واي حاجه بتطلع من البق اسمه ايه؟ اسمه قيء، خلاص. فقيء الزنابير ده اللي هو العسل، واللفظ الثاني اسمه ايه؟ شهد. في فرق بينهم الاثنين؟ فرق السماء والارض. انا لما اقول لك كل شهد غير لما اقول لك كل قيء. ها؟ يعني زي ما يكون واحد بيقول واحد اتفضل، وبعدين واحد تاني بيقول له اطفح. طيب ما هو الشهد هو قيء الزنابير، ما الاثنين زي بعض. ها؟ لكن الحق قد يعتريه سوء تعبير، فهي عايزه تقول لكن اخطات. طالما انا عارف ان انسانه مؤدبه ومحترمه وعشرتي معها تدل على وفائها والكلام ده، اقوم اتجاوز عن المساله دي. من استطاع ان يسوس المراه استطاع ان يحكم دوله. خدها كده قانون، من استطاع ان يسوس المراه يستطيع ان يسوس دوله. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كما في الصحيح: ان المراه لا تستقيم لك على طريقه. عندها خطط. ها؟ 4 2 4، ها؟ 3 4 5، 1 2 6، بتنوع في الطرق، طرق اللعب. ها؟ إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. خلاص فهمناها من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. إذن
كمال خلقتها في اعوجاجها، لو اتعدلت تكره. شوف العجب، أن يكون كمالها في نقصها، وإحنا نعرف الكمال ضد النقص، لكن شوف العجب بقى، خلقت من ضلع أعوج. ضلع الأعوج أنا مثلا هنفسره كده، يعني الضلع العدل يعني كده أو كده، خلاص ده هي مخلوقة كده أعوج، وإنت مخلوق كده، تمام؟ طيب عايزين نعيش، مش عايزين نعمل مشاكل، لو انت دخلت كده ايه اللي يحصل؟ مشاكل، لان في فراغ اهو، في فراغ، في مسافه بيننا احنا الاثنين. امتى ما يبقاش في مشاكل؟ مشاكل لما تتعوج انت، صح؟ لانك انت لو عملت كده ما تنفعش، هيبقى في مسافة وفي مشاكل وبتاع الكلام ده. يبقى انت ايه اللي تتعوج كده؟ اول ما تتعوج كده ايه، حضنا على بعض اهو، بقينا ايه، حاجة واحدة، صح؟ يبقى اللي المفروض يتعوج مين؟ الراجل، لان هو الست معوجة خلقة، ها؟ انت اللي تتعوج. طب تتعوج ازاي بقى؟ انك انت من فضلك ما تبرمش شنباتك وانت بتعامل المرأة، لا، كن رحيما. انتوا عارفين طبعا حديث اللي هو عند احمد وغيره، في مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. ممكن واحد فينا يعمل القصة دي؟ لا سيما لو كل ما دقنه تطول بقى، وامراته تقول له مثلا ادي احنا لوحدنا في الساحل الشمالي يلا نجري قبال بعض، يقول انت اتهبلتي ولا ايه؟ ها؟ ما يعملهاش. يعني كتير منا ما يعملهاش. ليه؟ لا يعني شايف كده عيب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما قال للجيش تقدموا، وهما الاثنين بقوا لوحدهم، قال لها تعالي أسابقك. وكانت عائشة أنت عارف متزوجة وصغيرة سن 9 سنوات، وكانت جارية حديثة السن تأكل العلقة من الطعام ولم تحمل اللحم، يعني مش بدينة يعني. فجريوا قبل بعض سبقته، قالت فتركني حتى حملت اللحم ونسيت، وفي غزوة من الغزوات قال لها تعالي أسابقك، نسيت خالص القصة وحملت اللحم بقت بدينة. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك كده، واحد واحد. ده ايه ده؟ ما هذا الخلق؟ والمرأة كل ما تأسرها بالجميل تكون طوع بنانك، والبيت يستقر. يقول لعائشة إني لا أعلم غضبك من رضاك، ده غضبه هو الذي يضرها مش العكس. لو الدنيا كلها غضبت على النبي ورضي الله عنه يبقى هم مع السلامة، لكن لما يقولها إني لا أعلم غضبك علي غضبك من رضاك، تقول وكيف ذلك يا رسول الله؟ يقول إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. فيوم يقول لها إيه؟ فتقوم تقول له إيه؟ والله ما أهجر إلا اسمك، كتر ما زعلنا منه مش عايزة تقول اسم. ورب إبراهيم ورب محمد صلوات الله على الجميع واحد، لكن تتنكب ذكر اسمه ولا يغضب منها أبداً.